بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ معلش تأخرت عليكم النهاردة. النت زي ما كل يوم ما انتم شايفين كده مشغول 24 ساعة، وقلت بقى لما الدنيا تهدى نبدأ مع بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى، استكمالا للقاء اليومي في الظروف الصعبة اللي احنا بنمر فيها دي. إن شاء الله ربنا هيفرجها بإذن الله. النهاردة بقى أكلمكم عن موضوع مهم جدا 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 جدا. إيه رأيكم بقى نتكلم النهاردة استكمالا؟ امبارح اتكلمنا على الإكزيما في السريع، النهارده هنتكلم على الارتكالية. تعال نتكلم في السريع كده قبل ما اعرض لكم المحاضره. تقريبا مفيش مخلوق ما جالوش اتاك اوف اكيوت ارتكاليا. ارتكاليا هو نوع من انواع تايب 1 هايبر سنسيفيتي رياكشن، يعني بيجي العيان من دراج، من فود، من الرجين، وات ايفر كانت الالرجين، ده يعمل رياكشن وبيترجم الرياكشن ده ان ذا فورم اوف ا ويل. هنشوفها مع بعض دلوقتي يعني ايه ويل. والويل هي كلمه ليها في الديفينيشن بتاعها هي ايفينيسنت اريثيمتس اليفيشن في الجلد. كلمه ايفينيسنت يعني ترانزينت، بمعنى انا اكلت فراوله موز شوكولاته فبدا يظهر لي الويل، بمعنى اريثيمتس اليفيشن في الجلد، شيب بتاع فاريبل، سايز فاريبل، سايت ان سايت، ساعتين ثلاثة أربعة اختفت من هنا راحت هنا، ده ما خفتش الليجن، ده هو الكاركتر بتاعتها إن هي ايفانيسنت يعني ترانزينت. طيب موضوع مزعج ومقلق، وأنا ببقى قلقان مع العيان وبحاول أقول له الآتي: يا عيان يو ار ان اكيوت اتاك اوف ارتكاريا، مش عايزين نخش على الكورونيستي. طيب هو الفيصل ايه ما بين اكيوت ارتكاريا وكرونيك ارتكاريا؟ قال لك التايمنج، لو اقل من 6 اسابيع احنا ما زلنا في الاكيوت ارتكاريا ونخلص منها ان شاء الله، لو عدت ال6 اسابيع احنا كده دخلنا على الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا اللي كنا من فتره بنقول كرونيك ايديوباثيك ارتكاريا، لا اتغير الاسم خالص بقى اسمه كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا. وتعالى بقى نتكلم بالتفصيل على الارتكاريا. انا لما بيجي لي عيان يا جماعه الارتكاريا الاكيوت بنعالجه ازاي؟ اولا نحاول نسيرش فور ذا كوز، يعني ناخد من عند جود هيستوري، وفي 2 اسسمنت هكلمكم عليها ان شاء الله بعد شويه. الاسسمنت دي بالبساطه شديده انا بقول للعيان: يا عيان انت هتروح بيتك كل يوم تكتب لي مذكراتك ارتكاريا اكتيفيتي سكور 7، اسمها ارتكاريا اكتيفيتي سكور 7. مذكراتك، المذكرات دي عباره عن، حتى بدي له ورقه من عندي بقول له الـ 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 اليوم الارتكاريا والملاحظات. اليوم النهارده زي مثلا النهارده 26 مارس 2020، الارتكاريا اخبارها ايه والملاحظات. يعني ايه الارتكاريا اخبارها ايه؟ قيمها لي. يعني لو النهارده ما حصلش راش خالص اديها زيرو، حصل راش ارتكاريا الويل من اقل من 20 اديها بلس 1، من 20 ل 50 اعدهم يا دكتور. ايوه عدوهم، من 20 ل 50 اديها بلس 2، اكتر من 50 with or without انجيو اديما في العينين، في اللبس، في التانك، في الجينيتال اريا، اديها بلس 3، يبقى ارتكاري اكتيفيتي سكور 7 دي اللي هو في 7 ايام. ده سكور عالمي ولازم نعمله. العيان هيكتشف ايه اللي حصل، بمعنى ادي اليوم وادي الحساسيه عند بلس 1 ولا 2 ولا 3، والملاحظات، ملاحظات مثلا زي كلنا موز هيجت لي الدنيا خالص، كلنا شوكولاته، سمك، مانجا، ستريس، اتخانقنا، كل ده لما يجي لي عيان اعمل اناليسز للاسسمنت ده بتاعه واقول له ايه اللي ممكن يهيج لك الحساسيه. طيب ادي واحد. رقم 2، طبعا في شويه انفستيجيشن بتعملها للعيان، بنعمل السي بي سي، نعمل الستول اناليسز، الهيليكوباكتر بايلوري ان ستول، بنعمل له التوتال سيرم اي جي، ونعمل له سبيسيفيك اي جي اي. سبيسيفيك اي جي اي بقى للفود، للانسكتس، للدراجز، ونشوف الدنيا عاملة ايه واحدة واحدة كده. طب تعالى ما نشوف انت بتطلب الحاجات دي ليه. احنا بنطلب السي بي سي علشان ممكن
ممكن اللوكيميا يبقى معاها ارتجاري، البوليسايسيميا ممكن تبقى معاها بروريتس وممكن تبقى معاها ارتجاري. بنطلب التوتال سيرم اي جي اي على اساس ان الارتجاري اصلا تايب 1 هايبر سنسيفيتي رياكشن اللي هي اي جي اي ميدييتد. بنطلب الستول ليه؟ علشان السينابرازايت لقوا ان هي اعلى اسباب الارتكاريا او الاكيوت ارتكاريا في العالم كله السينابرازايت، بالذات في الاطفال الصغيرين. رقم 4 الهيليكوباكتر بايلوري كان ليها باع كبير قوي الفتره اللي فاتت بس بدات تقل شويه، يعني في حالات كتيره لما بنعالج الهيليكوباكتر بايلوري بالتريبل ثيرابي بتاعها بيتحسن الارتكاريا، بس مش كل العيانين بيتحسنوا بصراحه. السبيسيفيك اي جي اي انا بعرف بقى العيان عنده حساسيه من دراج ايه، او ايه الدراج اللي ممكن يكون عمل له الارتكاريا، ايه الاكل اللي ممكن يكون مهيج له الارتكاريا. طيب ازاي هنديل هاو تو ديل وذ ا كيس اوف اكيوت ارتكاريا؟ والله هي مدارس وكل المدارس صح. مدرستي بنقول احنا بنبدا بالانتي استامينيك وشورت كورس اوف سيستميك استرويد. والله في ناس بتدي الاسترويد انجكشن ديكساميثازون بيتاميثازون، في ناس بتدي اورال زي البريدنيزولون. على فكره البريدنيزولون امن استرويد، والدليل ده اللي احنا بنديه في البريجننسي. بريدنيزون هو اقوى استرويد، اقواهم سايد افكت بتاعته اكتر، بس لما يبقى عندك الديزيز يستاهل ادي بريدنيزون. لما يبقى عندك انت مقلق من الاسترويد ادي بريدنيزولون، يبقى البريدنيزولون هو الامن والبريدنيزون هو الاقوى. بندي سيستميك استرويد، بندي انتي هيستامينك، ونبدا نزيد في الانتي هيستامينك. وفي مدرستين في موضوع الانتي هيستامينك، في ناس بتقول ايه انت لو هتدي انتي هيستامينك جروب زي اللوراتيدين مثلا والاستجابه ضعيفه، زود من نفس الجروب، يعني بدل ما تدي قرص ادي اتنين ما استجابش ادي تلاته ما استجابش ادي اربعه. المدرسه الثانيه بتقول لك لا ادي مالتي انتي هيستامينك ثيرابي، ادي سيديتنج مع النون سيديتنج. والله انا مع المدرسه ان انا ازود الجرعه اكتر ما ادي المالتي انتي هيستامينك ثيرابي. فبندي شورت كورس في سيستميك سترويد، بندي الانتي هيستامينك ونبدا نزود في الجرعه بتاعتها، والاكيوت ارتكاريا ان شاء الله بتخلص لو اتبعنا التعليمات، بعدنا عن المهيجات للارتكاريا، ادينا الشورت كورس في سيستميك سترويد وادينا الانتي هيستامين. طيب في بعض الحالات بيجي لك العيان ما يستجبش بكل اللي انت عملته ده لمده اسبوعين واكيوت ارتكاري، بنعمل له ايه؟ ممكن نخش بالسايكلوسبورن. السايكلوسبورن هو الساحق الماحق الذي لا يصدر، اي لاف ات، يعني في حاجات كتير جدا بيسعفني بصراحه. السايكلوسبورن يا جماعه اللي هو في السوق اسمه نيورال، الجرعه بتاعته 2.5 احفظ بقى معايا الجرعه دي، من 2.5 ل 5 مللي جرام بر كيلو جرام بدي ويت، من 2.5 ل 5 مللي جرام بر كيلو جرام بدي ويت، من 2.5 ل 5 مللي جرام بر كيلو جرام بدي ويت. طيب موجود في السوق، في السوق النيورال بتركيز 25 و50 و100 مللي جرام، حلو قوي. طيب واحد وزنه 100 كيلو هنديله النيورال قد ايه؟ احنا قلنا من 2.5 ل 5، يعني لخمس تيراس، فالافرج بندي اربع كبسولات، يعني اربع كبسولات في اليوم. ودايما تخلي بالك وانت بتدي النيورال من الكيدني فانكشن، الهايبر تنشن، وحاجه بننساها يا جماعه بس مشهوره جدا واحكي لكم حكايتها معايا برضو، الهايبر يوريسيميا. الهايبر يوريسيميا بننساها، النيورال احد مشاكل انه بيرفع لك اليوريك اسيد، واني بي صغيره كده هخرج من الارتكاريا. احكي لكم حكايتي مع النيورال اللي بعشقه بصراحه برضو في السورايسز. انا بحب في السورايسز بعمل روتيشنال ثيرابي، بكلمكم عليها وقتها ان شاء الله. مره عيان جاي لي وكان عنده سورايسز وكان عنده ميزوتريكسيت فوبيا وتولد من وراها اليلو فوبيا. حد سمع اليلو فوبيا دي؟ العيان اللي بياخد ميزوتريكسيت تابلتس من كتر ما هي بتعمل له نوزيا، بعض العيانين طبعا من كتر ما بتعمل له نوزيا بقى يشوف القرص او يفتكر ميعاده يحصل له نوزيا وفوميتنج. ده نعرف عيان
يشوف اللون الاصفر يرجع. مره خرج مع خطيبته رجع عليها شكل لابسه شرب اصفر، فطبعا عنده ما يسمى باليلو فوبيا عشان لون القرص اصفر. فعيان ده كان عنده فوبيا من الميزوتريكسيت وكان كارهه تماما. فبدات معاه بالنيورال، وانا فاكر اديته حتى 3 كبسولات بس 300 مللي جرام في اليوم، واستجاب عليه استجابه جميله جدا 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 جدا. ده حتى كان قال لي انا مش هوقف الدواء ده في حياتي. بس جالي بعد 6 اسابيع وبيقول لي انا رحت الدكتور بتاع روماتيزم، والدكتور قال لي انت عندك سوريتك ارثروباسي. ليه يا عم؟ قال لي انا عندي السورايسز وانا بتعالج معاك من السورايسز بالنيورال، وجالي اوجاع في المفاصل رهيبه. طبعا لو واحد عنده اوجاع في المفاصل يروح لبتاع الجلديه؟ لا، فروح لبتاع الروماتيزم. بتاع الروماتيزم قال له انت عندك صدفيه وعندك اوجاع في المفاصل، يبقى اكيد اكيد عندك سورايتك ارثروباسي. وقف النيورال ده خالص وتعالى نشفت الحاجه تانية. الراجل جالي تاني فقال لي انا من حبي للنيورال والنتائج الروعه بتاعته انا مش عايز اوقفه. انا قلت له طب ومين قال لك ان دي سوريتك ارثروباسي؟ ما يمكن ان يورال عمل مشكله لسه بقول لك عليها، اللي هي يا جماعه جدع الهايبر يوريسيميا، ورفع لك اليوريك اسيد. اعمل لي تحليل يوريك اسيد دلوقتي ونشوف. عمل التحليل طلع اليوريك اسيد 13، يعني ده يوجع رجل اللي ما يتوجعش. اوكي طيب احنا كده هنعمل ايه؟ خدنا شورت كورس في كولشيسين. طبعا كولشيسين ليه رول بيتاخد بيه، المفروض الكتاب بيقول لك بتاخد قرص كل ساعتين لغايه ما الاكيوت اتاك اوف بين ده يروح، او يجي لك الكومبليكيشن بتاعت الكولشيسين اللي هو بليد دايري. اوكي، او يعني بناخد قرص كل 6 ساعات على ما الوجع يروح، وبعد ما الوجع يروح نبدا نخش يا جماعه على الزيلاريك، بناخد 300 مللي جرام قرص في اليوم، والعيان بقى كنترولد من غير ما اوقف له ومن غير ما اوقف له النيورال، بس قللت له الجرعه بدل 300 بقى 200، والعيان مش حلو قوي قوي قوي. نرجع تاني ونقول يبقى في بعض حالات الاكيوت ارتكاريا اللي ما بتستجبش للاسترويد والانتي هيستامينكس ممكن بنديها ايه النيورال، وبيجي معاها نتائج جميله جدا جدا جدا. طيب تعال نخش بقى على الكرونيك ارتكاريا او الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا، من المواضيع السخيفه جدا. تخيل كده كلت بيجي لك ويلز، ما كلتش هيجي لك ويلز، كلت هتهرش ما كلتش هتهرش. كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا اسبابها مش معلومه، وعلى فكره مره اكل موز تجيب لي، مره ما اكلش تجيب لي، مره اكل ما تجيبليش. فطبعا بيبقى العيان في حالة صعبة جدا جدا جدا. طيب انا لما بيجي لي عيان اللي عنده كرونيك ارتكاريا، انا ماجد الشيخ بقول له ايه؟ بقعد بديله محاضرة، بقول له انت الويلز اللي عندك دي بتهرش ولا بتوجع؟ حد يعرف ليه؟ هو في ويل بتوجع؟ ايه رأيكم؟ في ويلز بتوجع؟ ايوه، لما تبقى ارتكاريا الفاسكولايتس ذات اوبي تايب 3 هايبر سنسيفت ريكشن اللي هو الاميون كومبلكس، لو عندك ويلز وبتوجع دي ارتكاريا الفاسكولايتس، عندك ويلز وبتهرش دي الارتكاريا بتاعتنا تايب 1 هايبر سنسيفت ريكشن وكرونيك ذات ريزيست اند بيرزيست. طيب تعالى نمشي مع بعض كده ونشوف بروتوكول العلاج بيقول ايه. انا بقول للعيان انت عندك حاجه اسمها الارتكاريا المزمنه، ودي علاجها حاجة من 6. رقم 1 هنديك انتي هيستامينك. كويس جدا، خدت يا دكتور وانا اعرف 100 نوع انتي هيستامينك، انت كمان يا دكتور ما تعرفهمش. انا مصدقك يا عيان. الانتي هيستامين هنقعد نزود جراديوال لغاية ما نوصل من نفس النوع 4 تابلتس بير داي. لو ما فيش استجابة خش على سيستميك استرويد. اوعى تدي سيستميك استرويد فور لايف، بندي شورت كورس بالذات في الاكيوت اتاكس. ادي الحاجه الثانيه، يبقى الانتي هيستامين لو ما استجابش بنخش على الانتي هيستامينك بسيستميك ستيرويد شورت كورس. رقم 3 الساحق المحق الذي لا يصد ولا يرد، اللي ما بيخيبش في حالات كتيره جدا 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 جدا، اللي هو النيورول. بندي، ها حد فاكر الجرعه؟ نيورول سايكلوسبورون
جدع 2.5 ل 5 مللي جرام الكيلو جرام بدويت تقريبا، ببدأ باربع كبسولات او ثلاث كبسولات وامشي كده يا جماعه 3 شهور. قول لي يا عم ما توقفش، بعد 3 شهور نبدأ نقلل جراديوال كبسولتين، ممكن نقلل جراديوال الواحده في 50% او 40 ل 50% من الحالات الارتكارية بتختفي. بس مشكلة النيورال برضو في حالات مش قليلة بعد ما وقفوا الارتكارية الويل بترجع تاني. في معلومة هقولها في الاخر اد ريجاردنج فور هاو لونج الارتكارية دي هتفضل، هقولها في الاخر ان شاء الله. طيب رقم 4، في بعض الناس بتحب قوي تدي مع الانتي استابينك انتي انترلوكين 2 انتي لوكترينز 2 اللي هو السنجولير ده، له ما له وعليه ما عليه. احنا بنقول لو انت عايز تدي كورتيزون او ما شابه الكورتيزون بس كورتيزون بس مش كورتيزون، او حاجه تشتغل بنت عم الكورتيزون، ادي السنجولير. في مدارس كتير او ما بتحبش السنجولير في الكرونيك ارتكاريا، والله انا جربتها في حالات مش قليله وما خيبتش معايا. ودي الخطوه الرابعه، يبقى الاول اديني انتي هيستامينيك واقعد ازوده اب تو 4 تابلتس بير داي. 2 ممكن اخش معاها بسترويد، بس استرويد مش لونج لايف، استرويد يبقى شورت كورسز. 3 الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد اللي هو النيورال اللي هو السايكلوسبورين 2.5 ل 5 ملي جرام بالكيلو جرام بدويت. 4 نخش بالانتي انترليكون 2 اللي هو السنجولير مع الانتي هيستامين. 5 الديسنسيتايزيشن والله بتجيب نتائج في نسبة مش قليلة من العيانين، تجيب نتائج في نسبة مش قليلة خالص خالص من العيانين، يعني ممكن توصل ل 60 ل 70%. بناخد الأمصال بتاعت الألرجين اللي أنا عرفته وناخدها تقريبا لمدة سنة لسنة ونص، و يعني لطيفة جدا 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 وبسيطة وبتجيب نتائج. طيب ماذا عندك بقى في جعبتك؟ الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد اللي ملوش زي، الأوماليزوماب اللي هو الزولير. الزولير هو مشكلته هو طبعا من البيولوجيكس الرائعه اللي بيشتغل مينلي انتي اي جي اي، مفيش حاجه في الدنيا تارجتنج الاي جي اي في الحياه غير الزولير. هكلمك عليه في 5 كلمات. الكلمه الاولانيه هو اسمه اومالي زوماب، زد يو يعني هيومنايز ماب مونوكلونال انتي بودي، هو بيولوجيك هيومنايز بيولوجيكس. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه بيتاخد 300 مللي جرام في الشهر لمدة 6 شهور، حقنة في الدلتويد اريا، واحدة هنا واحدة الناحية التانية في نفس الوقت. الحقنة 150 مللي جرام، يبقى واحدة سبكوتينيس في الدلتويد اريا، سبكوتينيس في الدلتويد اريا اليمين والشمال كل شهر لمدة 6 شهور. لو بعد الشهر الثالث العيان بدأ يتحسن بدرجة مش بطالة، جو اون، ده هيستجيب وهيبقى رائع وممكن يخف، ممكن يخف. عندنا حالات مش قليله خالص اختفت الارتكارية تماما. انما لو بعد الشهر الثالث ما حصلش اي تغير في الويل بتاعته، ما حصلش خالص، ما حصلش بالمره، لا خلاص هذا المانوفر مش نافع مع هذا العيان خالص، انسى. يبقى الاوماليزوماب اللي هو الزولير الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، احنا قلنا كلمة زو يعني هيومنايز ماب مونوكلونال انتي بودي، هو بيولوجيك، بيتاخد 150 مللي جرام سبكوتينيس في الدلتويد اريا اليمين والشمال مرة كل شهر. خلي بالك معايا بقى، تحضيره سهل جدا بس يعني اهدى، يعني اوعى ترجه، لو ترج لمال الزباب باظ، لو اتحط على سلاين باظ، فلازم يعني بيترج خفيف جدا. انا بقعد احضرها للعيان تقريبا من تلت لنص ساعه ونديها سبكوتينيسلي، واول ما اديها سبكوتينيسلي يا جماعه بليز
اسحب السرنجة، اسحب، يطلع هوا، خليك شوية، خليك شوية سبكوتينيسلي، وبعدين احقن واحدة واحدة في الدلتويد اريا اليمين والشمال. أصغر سن للأوماليزوماب اللي هو الزولير 12 سنة، بس خبر أنا بعتبره سعيد إن إحنا في الأطفال وفي جلدية الأطفال اللي أنا بعشقها بصراحة، إحنا بدأنا ندي الزولير ونزلنا بسن الزولير لسن 6 سنين، والكلام ده خلاص بقى تقريبا خد الأبروفل، فإحنا نزلنا بسنه لسن 6 سنين، وبنستخدمه مع الأطفال في الأزمة، في البرونكيال أزمة، في بعض حالات الأتوبيك ديرماتيتس لقيناه حل جميل جدا 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 بس مش دايما، وفي الكرونيك سبونتينيوس أرتكاريا. الإماليزوماب من الأدوية الجميلة اللي احنا بناخده حقنتين في الشهر لمدة 6 شهور، في حالات كتيرة الموضوع بيهدى تماما تماما تماما. طيب افرض العين اتحسن بس ما خفش كومبليتلي، نعمل ايه؟ ممكن تاخد حقنه واحده تكمل بعد 6 شهور، حقنه واحده سبكوتينس درتويد اريا لمده كمان 3 شهور. طيب افرض العين خد العلاج وخف وتحسن وبقى زي الفل، خف وتحسن وبقى زي الفل، وبعد سنتين تلاته اربعه رجع له تاني ياخد كورس تاني اوماليزوماب، حقنتين سبكوتينس في الدرتويد اريا لمدة 6 شهور وهيتحسن يبقى زي الفل. طيب خف وبقى زي الفل 4 5 6 سنين رجعت له تاني، ياخد المرة التالتة ودي المرة الأخيرة، انت ليك 3 كورسز في حياتك ما تاخدش بعد كده. في حاجة كده ان بي وموجودة يا جماعة بنسميها اوتوليجوس بلاد انجكشن، بسحب دمك من الوريد وبحقنه انترا ماسكولر. هي مش مذكوره كتير او قلت قوي قوي قوي، بس احكي لكم حكايتها ونرجع نجمع لكم الموضوع كله. سنه 1904 في الهند كان في واحد طبيب من الهندوس بيعبد البقر، والبقرة بتاعته جالها ارتكاريا، مش عارف يعمل ايه. هم دايما بيحبوا يتعالجوا اصلا بيه بحاجات البقر، ببول البقر، بلبن البقر، يعني مخه جاله انه يسحب دم البقر، سحب منها 200 سنتي وحقنهم لها انترا ماسكولر. كام ده؟ سنة 1904. مرة اتنين تلاتة لقى البقرة بتتحسن، بدوا يعني يبحثوا في هذا الكلام وبدأوا يعالجوا الارتكاريا بالاوتولوجس بلاد انجكشن. بدأنا نجربها في حاجات كتيرة كده يا جماعة، طلعت 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 ونزلت نزلت نزلت. يعني اسألوا كمان، اسألوا او دوروا عليها، كان في حاجة اسمها حقن اللبن، كان بيحقنوا اللبن، بعدين بقى اتكلم على الاسرار دي. انما حقن الدم دي معروفه جدا عند كتير من دكاتره الجلديه، انا اشتغلت فيها كتير صراحه وليا خبره وباع كبير فيها، وتوصلت ان احسن حاجه ان احنا بنسحب 10 سنتري اي في واحقنها اي ام مره كل اسبوع لمده تقريبا 15 اسبوع، او في مدرسه تانية كانت بتقول بنسحب 3 سنتي اي في ونحقنها 3 مرات في الأسبوع لمدة 12 أسبوع، والمدرستين يعني بيقول نفس النتائج، وهي ليها فكرة كده بس يعني مش وقتها دلوقتي أقولها لكم. يبقى تعالى نجمع تاني كده علاجنا في الكرونيك أرتكاريا. هاجي على ظهر شتة العيان وأقول له بص يا عيان إحنا هنعالجك إزاي؟ 1 هندي أنتي هيستامينك، الانتي هيستامينك ممكن نزيد معاك لغايه 4 اقراص من نفس الصنف. 2 لو لا استجابه هخش لك بشورت كورس سيستميك سترويد. 3 ممكن اخش بالسنجولير مع الانتي هيستامينك. 4 الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد النيورال 2.5 ل 5 ملي جرام بير كيلو جرام بدي ويت، بدي 3 كبسولات في اليوم وتكير هايبر تنشن الرينال هايبر يوريسيميا. 5 الديسنسيتايزيشن، سهل جدا فكره، ممكن تبعت العيان للمصل واللقاح ويتعاملوا معاه،
يتعاملوا معاه ويدوا له الامصال بتاعته، حاجه جميله جدا. ولو حد حابب يعمل هو هذا الديل ممكن يعمل ديل مع المصري واللقاح وياخد الامصال ويبقى عنده خبره. الموضوع بسيط جدا 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 جدا، ديسنسيتايزيشن. واخيرا الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، الاماليزوماب اللي هو الزولير. على فكره لما اجي واعمل الزولير، لما بنوي ادي الزولير بعمل العيان التوتال سيرم اي جي اي، لو لقيته عالي بديه قلبي مرتاح جدا. طب لو لقيته نورمال اديه وما تخافش، مش كرونيك سبونتينيس ارتكاري، اديه وما تخافش. طيب بدي العيان في حالات كتيره جدا، العيان بتحسن جدا 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 جدا. اوعى اوعى تعمل فولو اب بالاي جي اي بعد كورس الزولير، هتتسرع والعين هتتسرع. ليه؟ عشان الاي جي اي عمره ما هيقل، ده هيزيد جدا. ليه؟ هو الزولير او الاماليزوماب ده بيعمل ايه؟ رقم واحد يمسك الاي جي اي ما يخلوش يشتغل، اتنين يقفل الريسبتورز بتاعته على البيزوفيل والايزينوفيل والمصل يقفلها، فما يخليش الاي جي اي يشتغل على التارجت سيل، فالتارجت سيل دي مش هتطلع الليكوترينز بتاعتها والسايتوكاينز بتاعتها تعمل لي حساسيه. نقول تاني، يبقى هو بيشتغل ازاي؟ الاماليزوماب هيمسك الاي جي اي، هيحد شغله بس هيزيد نسبته في الدم، بس زيادته غير مغذيه. ليه؟ عشان هو نفسه بيرمننتلي قفل لي التارجت ريسبتور بتاعته على البيزوفيل والمسل والايزينوفيل، فمش هيقدر يمسك على حاجه. فعمري ما اعمل فولو اب باي جي اي بعد ما اخلص كورس العلاج، علشان لازم الاقيه عالي جدا جدا جدا. اتكلمنا على الاكيوت ارتكاريا، اتكلمنا على الكرونيك ارتكاريا، اخر نوع من الارتكاريا اسمه الفيزيكال ارتكاريا، ودي ارتكاريا ريليتد تو فيزيكال ايجنتس، زي الكولد ارتكاريا، زي الهيت ارتكاريا، زي الديرموغرافيزم، زي كولنرجيك ارتكاريا، ادرينرجيك ارتكاريا، اكواجينيك ارتكاريا، السولار ارتكاريا، كل دي ارتكاريا ريليتد تو فيزيكال ايجنتس. وساعتها طبعا علاجها ما بيبقاش سهل خالص، احنا بنحاول نبعد عن الفيزيكال تريجرنج فاكتور بقدر الامكان. ومن اهم الادويه اللي ممكن نديها في الفيزيكال الارتكاري عشان تقلل شويه الموضوع سخيف، على فكره الموضوع سخيف جدا الفيزيكال الارتكاري، بندي العيان اس اس ار اي، يجي لك عن عنده كولينرجيك او ادرينرجيك ارتكاري، يجي يقول لك ايه يا دكتور؟ جسمي بيشكشكني جامد جدا مع اي اكزرشن، مع اي ستريس، جسمي بيحصل لي شكشكه رهيبه لو خرجت في الشمس. تقعد قد ايه الشكشكه دي؟ تخيل بقى يقول لك ايه؟ اقل من دقيقة، اقل من دقيقة ومضايقك وجاي تكشف. ايوه طبعا، اصل بتتكرر مرتين ثلاثة في اليوم، يعني المشكلة كلها 3 دقايق في اليوم ما تستحمله، مش قادر تستحمله. قد ايه الموضوع مزعج 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 مزعج، وويست تايم ممكن تتكرر 5 6 7 10 مرات في اليوم. وهنا علاج حاجة واحدة بس، السيبراليكس سيتالبرام، سيبراليكس اللي هو سيتالبرام اس اس ار اي سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور، بندي 10 مللي جرام قرص الصبح وقرص بالليل لمده من 3 ل 6 شهور، والفيزيكال ارتكاريا بتتحسن بدرجه كبيره جدا جدا. تاخرت عليكم النهارده، بس يعني انا بستمتع وانا قاعد معاكم، وان شاء الله ربنا يعدي الايام الجايه دي على خير، وكل يوم معاكم بقى. هتلاقوني بقى بالليل، هتلاقوني الصبح، كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير وتصبحوا على ألف خير. سلام عليكم.